تحطوا في علاقة رابعة معناتها وبريزونتاسيون دالي ولا فما اللي وراء الكاميرا ولا يفكر وسي انه يضحك انه يعمل حاجات انه يعمل لقاك وما نساش وقتها في معناتها اخر زمان في فيل معناتها في فرنسا في امريكا في لندن كيفك الكوميديا اول حاجة احنا علاش اول فيلم تعملت كوميديا علاش ما تعملتش حاجة درام بوك تعملت بعد اول واحد ريالمون اللي هو جي قال ايش نفكروا شنو باش نصوروا قبل هو جورج ملييس. جورج ملييس كان اوم دو تياتر معناتها في 1895 ومن بعد كي اكتشف كي بدات السينما حاجة كان تحكى على البورصة كان في باريس تخلص تشوف شنو اختراع هذا جديد قرر هو قال علاش انا هذا الانسترومون جديد كيما المسرح لكنه خير من المسرح علاش انا ما نستعملوش فهو حط برشا فلوس بدا باش يعمل افلام عمل فيلم اللي هو ترمم مارتن سكورسيزي اخيرا اسمه مؤخرا اسمه لوفاج اون لا نو 1902 جورج ملييس فهم اللي السينما يعرف شنو باش يصور قبل ما يمشي يصور فهمني فقرر بدا ما كتبش ما يكتب سكون ابي سور دو كونتينيتي قال تعرف هو المسرح تو كتب كيما كاينو سيناريو تاع مسرح من غير التكنيك تاع السينما اللي تكتب الصوره اللي تجي من بعد في 1900 في امريكا اسمه ماكس هو اللي اكتشف هو مشى لانجلتير شاف تشارلي شابلن مره في الميوزيكال يلعب فما عجبه كممثل فقرر ياخذه للسينما بيان سور في امريكا بيت جديده وارض جديده في برشا الوسط كي شافوا الصناعه هذه جديده في السينما قالوا حاجه تنجم تمثل ماس معناتها للناس ونجموا ندخلوا منها فلوس فماكس سينيت جاب تشارلي شابلن باش يعمل معاه تور في امريكا في الميوزيكال من بعد صار معاه في الميوزيكال تاع اللي دي عندي اكستريم انا نقدر نوريكم حاجه مهمه صارت واللي هي ممكن تفسر العلاقه ما بين السيناريو كاول حاجه تهزك الفيلم تهزك البرودكسيون تاع الفيلم سي كو ماكس سينيت جاي يصور في الافلام يصرف الفلوس كاي منتج ا مومون دوني قال نهار قال يحكي هو الكونتابل نتاعو قال صرفنا برشا فلوس في التورناج هذايا كلهم يصوروا فيلم قالوا هذيك هو ما نعرفش مشى ماكس سينيت الكونتابل قاعد يفكر قال في نحن نصرفوا الفلوس يلزم نكتبوا باش نعرف كيفاش صرفت الفلوس هذول الكونتابل قعد قال شنو الحكايه نتاع غدوه قالوا له راه باش يبدا شارلوك قال وباش يجي الطفله تقعد بحذاها باش يتعدى بوليس قالوا بدا يكتب وحده قال فما واحد قعد باش تجي الطفله وباش يتعدى بوليس قالوا شنو لازمنا واحد قعد لازمنا الديكور شنو الديكور وقداش يتكلف ريمون الفكره نتاع كتابة السيناريو ديك باش هذاك تعرف شنو شنو يصير شنو باش تصرف فلوس لانه فن كان برشا فلوس السينما كيما نعرف من غاديك تطورت الامور في امريكا في لي زاني كان من 15 حتى 20-25 ويافي معناتها لاج دور مع السينما الصامت مع تشارلي شابلن مع بوستر كيتون مع ريلي اردي جوست فكتاب السيناريو ولات حاجه انديسبونسابل معناتها من الاول les grandes productions comme Paramount ou la Warner Brothers فهموا اللي يلزم يبدا عندهم كنترول على اللي تكتب من الاول هذاك علاش من وقتها بداو انه فكره ils engagent les écrivains il y avait pas وقتها سيناريست ما كانت مهنه جديده سيناريست كيما تجي عمل فيلم تقول بلوجر ما فماش بلوجر ولا les influenceurs نتاع انستغرام هما فهموا c'était des visionnaires جيبوا لي زوتور الكل اللي معروفين في برودواي في امريكا في المسرح ويليام فوتن باغ اكزومبل خدم غاديكا برتول بريشت وقت هرب حتى من النازيه في الثلاثينات خدم كسيناريست في هوليوود شتاين باك كلهم معناتها الكل معناتها جابهم على كبير فهموا هذوك السيناريست فيخدموهم دي كونترا انت عندك كونترا بالجمعه تخلص في الجمعه هذيك نجم انت في الصباح تكتب بارتي تاع سيناريو تاع فيلم تاع كاتش سيري بي ونجم تكتب العشيه تصلح سيناريو دو ستيل معناتها ردوها الصناعه تمشي انت باغ اكزومبل في باراماونت ستوديو تلقى دي بيرو جوست بور ذا رايترز بور لي سيناريست معناتها سي سا في امريكا فور بلوس ذا رايتر مش اللي هو يتفهم اللي هو مع كاتب اوسي مي
مي الجيني نتاع الصناعه نتاع هوليود انهم فهموا انه السيناريو سي لا باز دو تو ولي كونترا نتاع لي سيناريست سيتي تري تري بون كونترا معناتها شخص كيما ويليام فوكنر اللي هو اديب معروف يمشي ولا سكوت فيتجيرالد اللي هو شاح اللي يخبري كوم سيناريست في هوليود فالسيناريو فهموا كو سي فن على روحه معناتها كيما برسك كيما تكتب الكتابه المسرحيه كيما كتابه السيناريو للافلام ولا التلفزيون اللي باش تجي بعد في الاربعينات وفي الخمسينات هذايا ان بو كيفاش هالسيناريو كيفاش ولا حاجه اسمها سيناريو اصلا الايطاليه السيناريو كتكنيك قبل ما ندخلوا في الستيل وهذا حاجه ياسر بسيطه وياسر معقده على فور خاطر انت تحكي في لو بريزون دو لانديكاتيف اللي هو المضارع اللي هو ديما ما تكتبش ما تنجمش تكتب سيكونس بار اكزومبل نقولوا البارح صار لا يلزم اللي يقرا السيناريو سواء يكون المنتج والا التقنيه اللي باش يجيب لك الاكسسوار تاع الفيلم لازم تكتبه بلغه يفهمها واضحه لانه هذاك فلوس ما تجيش تكتب له لغه معقده صعيبه شعريه تكتب سيناريو بلغه السرد بار اكزومبل ما يفهمو حد لا استعارات ولا شعر تكلف الزلمه اللي يدوي كثير يلزمك اللغه نتاعك حتى تكتب براغماتيه فوالا واللغه الانجليزيه هي احسن لغه للسيناريو لان لغه ياسر ايكونوميك معناتها حتى كتاب سيناريو الاجانب كيمشيو برشا يخدموا فيه خاطر هوليود ما فماش حاجه اسمها كذا المان فرانسيس انجليز الناس كي تمشي تفاسيليتي باش تكتب بالانجليزي يعني الكتاب انا حتى بالنسبه لي انا كي تكتب بالانجليزيه اسهل برشا انك تكتب بالفرنسيه ولا تكتب بالعربيه هي العربية أصعب لغة لأن لغة فيها ياسر مرتفات وياسر معناتها ياسر فرق اللغة حاجة تبدأ فيها في السيناريو سي نبداو من الصفحة الأولى أول حاجة تكتبها على السيناريو باغ إكزومبل عندي سيناريو تاع فيلم آية اللي أنتجناه أول حاجة تكتبها سي تكتب العنوان سواء باللغة الأصلية نتاعو كان أنت باش تكتب كان أنت باش تكتب تكتب باللغة الأصلية تسمي بالعربي ولا وتكتب تهبط ثلاثة أسرة تكتب سيناريو أوريجينال دو كان هو سيناريو جاتك من فكرتك أنت كانو أدابتاسيون تكتب أدابتي ولا من ليفر دو إيديال يكون عندك بيان سور باش تأدابتي كتاب سينو كي باش تعمل حاجة من الأدب القديم ومن اللوطة بالكل تعمل لو سي نتاع كوبي رايت هذا خاطر بور فيغ بروفيسيونيل باش اللي يجي تبعث السيناريو تاعك يحس اللي أنت فاهم شنو قاعد تعمل تكتب سي معناتها كانت عندك شركة إنتاج اللي هي تخدم معها ولا هي مالكة سيناريو وإلا كان أنت بصيرتك شخصية مالكة سيناريو تكتب سي كوبي رايت تكتب اسمك وإيديال أكوتي تكتب لي كونتاكت تاعك اللي هو سواء الإيميل تاعك سواء نمرة التليفون باش تعرف خاطر ينجم سيناريو هذايا يدور باغ إكزومبل مش نحن في تونس نجم في فرنسا تحب توصل سيناريو ممثلة معروفة باغ إكزومبل جوليت بينوش تحب تمثلك في الفيلم لازمك تخلي كونتاكت تنجم جوليت بينوش تحمي بداية السيناريو منتج كبير مش عارف كيفاش يكونتاكتيك بعد مش باش يلاقوا شكون اللي كتب فما ايه سينو سي لي كوبي رايت اول حاجه وسيفكر فيها انك تحمي حقوقك وانك تصب في تسجلوا في تاع حقوق المؤلف سواء في تونس ولا نجم تعمل في فرنسا فما سي دي اللي هي سوسيتي دو ليتو دراماتيك تخلص 20 يورو بالوعده وتاخذ نمر وتحطه حتى انا شخصيا نطلب ساعات من فلان كي يجيني سيناريو فيه بصفحة الأولى نحس في الشخص فهم شنو هو قاعد يعمل ولا نحترم ولا كي يجيني سيناريو مش مكتوب عليه العنوان ولا مش مكتوب حتى شيء وشكون كتب مين عارف يعني. حتى معناتها لابريسيون الأولانية في السينما راهي مهمة برشا معناتها شنو هو أنت تعطي دو توا بعد فما لي لوجيسيال اللي باش تكتب بهم سيناريو اللي يعطيك لا ميزون باج الانترناسيونال البروفيسيونيل اللي هما كيما فاينل درافت كيما سيرتكس معناتها هذوما سي دي لوجيسيال تنجم تيليشارجيهم مش لازم تخلص معناتها فلوس معناتها كولي كراكي لغة أخرى نحن في تونس مش توصل معايا برشا فهذه حاجة تعطيك أو موان الميزون باج خاطر الميزون باج مهمة على الآخر على الآخر ساعة ساعة يجيك سيناريو بين يديك الميزون باج نتاعو داخلة بعضها كي ما تفهمش شنو الحوار وشنو الشخصية أول حاجة نبداو في السيناريو تعطينا
عندي كيلكوز نجم نعديهم لبعضنا. عندي كردون. هو الفيلم جيد. قصيته فهمت جوج حاجات كان نجم هكا كل واحد يعدي للاخر ولا بارتي نقسم ولا مش مشكلة. ايسونسيال هما سي دي باج معناتها سيناريو. هذاك ديال بوز. تركتوش برشا مع الحوارات خاطر بالنسبه للحجم الحجم يظهر لي ثم دو فيرسيون حسب ما لانهم الايديال هو ديال السيناريو تاع فيلم طويل ما يفوتش 100 صفحه لا لا على حجم الصفحه الحجم الصفحه حجم الصفحه يظهر لي ثم دي كريتير اي كريتير هو الايديال الحجم فوري حاجه راهي مهم على الاخر خاطر ما نلحق ما نستناوش فيها لانه باش تكتب سيناريو اكيد باش تحب تبعته تحب تقرأ تقراه فالناس اللي تقرا سو جون وسيرتو المحترفين المحترفين كيما عارف لازم تحكي معاهم باللغه اللي فهمها ما تجيش انت باش تحكي باغ اكزومبل تاع مونترينور تاع كوره تاع كرة قدم مش تحكي معاه بلغة الباسكيت مش باش يفهم تحكي معاه بلغة الفورم تاع السيناريو قبل ما تدخل في الفكرة لازم يبدا مكتوب معناتها ايديال على لوجيسيال تاع صديق لوجيسيال تاع السيناريو تنجم تكتب على الوورد والا الاوفيس والا الفري مي مش باش يعطيك نفس معناتها اللي باش يقرا سيرتو المحترف باش ينجم يقولوها بلغة اخرى مي تو كومبا او سيريو معناتها مش معناتها السون دي ديتاي نجم يكونوا تافهين نجم يضحكوا مي هما دي ديتاي مهمين البوليس مع الكاركتير ديال تكون تايمز نيو رومان ولا كوريا نيو معناتها هذوما هما لي دو معناتها اللي ما تنجمش على جنب تكتب سيناريو تبعثوا باك الكتيب هذيك اللي باليد كاينه سي ريكول معناتها تاع شانترو معناتها حاجه ما يلزمكش تعملها فهمت بس معناتها سينو داخل باش تضحك عليك حاجه انت ما تحبش تصير خاطر تحب السيناريو تاعك سيريزمون التايب تاع البوليس لازم تكون ما بين 12 و 14 ديال ما تجيش سيناريو تاع 18 باش تعبير صح ما تجيش ايديال هي ايديال 12 معناتها مش اقل من 12 اول حاجه باش تكتبها كاين باش تكتبها على لوجيسيال اللوجيسيال يعطيك يعمل لي نيميرو تاع لي سيكونس من بعد وحده هذيك حاجه ديال خاطر انت تنجم تبدل سيكونس نجم تكتب سيناريو تاع 200 صفحة باغ اكزومبل جيت في الوسط عاود كتبت ريكريتور فهمني باش تبدل سيكونس ماكش باش تعاود النيميرو تعمل لود هاي 1 2 3 4 سيري كي فايديال كي تكتب هو يعمل نيميرو اخر حاجة باش تعمل اكسبور للماتير باغ اكزومبل نحن باش نكتبو سيناريو باش نكتبو سيكونس تاع تصير توا في ابارتمون هنا في المنام اول حاجة نكتبوها نحطو اسكو انتيريور ولا اكستيريور كيفشي معناتها انتريور جور والوقت في النهار الصباح معناتها بارابور للضوء خاطر بعد باش يتصور الضوء نتاع الصباح باريكزومبل تاع الفجر ولا تاع 7 تاع الصباح مش كيما الضوء نص النهار فتنجم تكتب باريكزومبل نحن في الابريميدي نكتبو انتريور جور تو زيرو نتاع النهار انتريور جور نحن وين في لازم ديما نبداو باليو الكبير معناتها نجمو نكتبو ابارتمون انتريور جور تيري ابارتمون كانوا ابارتمون تاع شخصيه وباش يكون موجود وباش نراه في الفيلم برشا مرات نجم نكتب ابارتمون كامل باغ اكزومبل فهمني بعد تيري نمشيو للسو ديكور ديكور الكبير ابارتمون السو ديكور اللي تصير فيه الاحداث اللي هو صالون انتيريور جور تيري ابارتمون كامل تيري صالون هذايا معناتها ستار لولين اللي هو يعطيك شنو هو اللي يصير في الحدث والنومرو تاع النومرو تاع السيكونس من بعد كيفاش باش نبداو سيكونس يا سكون ابل لي ترانزيسيون سا فو دير معناتها كلكم تفرجتوا في البارا الكاد فاد باش يبدا باراماونت فوندو او نوار موزيكا اي ابري جو فام اوفرتور اون فوندو يتحل ورا الوجه نتاع بيرسوناج هذاك اللي يحكي مع مارلون براند وحده من بعد باش في سيكونس فهذيك هذيك معناتها تسمى الأوفرتور هذيك أوفرتور أون فوندو.
كي تحل كي كان نوار تحل فهمت هذيك اسمها اوفرتور اون فوندو تكتب ايديال على اليمين فما في البروجيسيون دو يعطيك هو تكليكي انت يعطيك بيرسوناج ترانزيسيون ديالوغ فهمت اكسيون ماتياتيك تختار انت تختار ترانزيسيون تكتب اوفرتور اون فوندو من بعد تمشي الحدث هذا نجم نحن نقولوا اوفرتور اون فوندو يتحل النوار بشويه الى ندخل في اون ديكري لاكسيون حدث شنو يصير اول حاجه نبداو بها شنو الراب كاين فيو جينيرال كاين بلان جينيرال نقول اون اوف على نحلوا على وجه بار اكزومبل على صاله بلان جينيرال صاله صالون نكتشفوا 10 من الناس قاعدين هذه اول حاجه تكتب كاين انت تحب تبدا الفيلم نتاعك على ديتاي نجم على ديتاي نجم بار اكزومبل تقول اون اوف سور ان انسير انسير اللي هو البلان في السينما على حاجه ديتاي نجم تحل الفيلم على كيس بار اكزومبل على بيت الخيال تبدا بلقطه صغيره على بيت الخيال والكاميرا تنجم تبعد باللقطه هذيك ونجموا نكتشفوا العميد هذوك الكل اللي قاعدين فهذوما هما هذوما هما حاجات لازم يفهمهم واحد كل نكتب سيناريو انه ديجا يتمكن من اللغه السينمائيه انه يعرف اش معناتها انسير يعرف اش معناتها بلان سيكونس يعرف اش معناتها واحد نجم يبدا الفيلم فيو نتاع دولي معناتها بلقطه نتاع شاريو ولا نتاع ترافلين اي حاجه تنجم تعملها انت بلي ما انت نتاعك هذا هي بارابول دي من بعد نبداو في الشخصيات باش نقولوا مهدي بار اكزومبل اذا تكتب اسم شخصيه يدخل اول مره في الفيلم تكتب اون ماجيسكول ايديال وتوصف معناتها مش لازم تدخل تقول معناتها السينما هذا كود ماهوش الادب اوسي حتى في الادب اللغه معناتها ادب بوكوفسكي مش كيف كيف شنو تحب توري انت اسكو مهدي تحب تقول كو عمره 30 سنه اسكو اكثر شوي اسكو شنو عنده حاجه معناتها خصوصيات نتاعو عنده حاجه سبيسيفيك هو كاينو شخص عادي قاعد في صالون لابس ليونات مش لازم تقول لابس مريول احمر ولابس بدري ابيض فما برشا يعملوها معناتها اكثر فوتو تجي انه يوصف لك بالديتاي دو شي ديتاي دو سورت كو سيكونس اللي فيها حتى شيء تولي قدك برشا هذاك وقت وبرشا فلوس برشا معناتها باش يضيع لك وقت وانت تقرا حاجه مش مهمه مش مهمه برشا الا اذا كانت الالوان عندها علاقه بالفيلم الا لو كان حاجه مهمه لا فانت تبدا ديجا مهدي 30 طون كيما اورانج ميكانيك ولا كيما اورانج ميكانيك ولا كيما المودوفار ولا الروج يجيب بعد في الاخراج في الاخراج السيناريو هو شنو سونسي يسهل للناس الكل يراو ولا يفهموا الفيلم وسورتو يخول العباد اللي باش تصنع الفيلم يقول فيلم ماديا خاطر انت كي باش تكتب عندي سيكونس فيها 80 واحد في صاله نتاع 20 متر كاري اللي باش يقول لك تفاد لك انت معناتها ولا مدير التصوير باش يقول لك لاباس خويا باش نحطهم على العباد باش نصورهم المنتج يقول لك علاش 80 قال لهم 20 معناتها هذيك هو قاعده الانتاج لازم السيل يكتب ما يجيش يكتب حاجه لازم ديجا عنده عارف روحه ماشي خلينا في التكنيك التكنيك مهم بعد عرضت لها برشا على فكره الحكايه ولا نقرا في السيناريوهات الحاجات البيزاره هكا فالشخصيه الرئيسيه اسكيز تختار تكون شخصيه رئيسيه تاعك كان انا كهو باش نحكي وذوما الناس الكل قاعدين يحكيو معناتها عندك انا شخصيه رئيسيه في السيكونس هذيك مش لازم نسميكم الكل بار اكزومبل فما واحد مره بعث لي سيناريو تاع سيكونس تصير في قهوه الشخصيه الرئيسيه نتاعو محمد دخل القهوه باش يشرب قهوه وعليه الحوم هذيك هي سيكونس كي دخل القهوه عاتي اسامي للناس الكل عندك حمادي قوي عندك سعيد عندك الاخر علي الاخر بعد طلزه وبك الوصف وبوندوك في السيكونس ما عادش هيك معناتها علاش جو مانتي اسال وي حمادي هذاك تعرفني شيء فوالا معناتها انت تتعذب وانت تقرا وما عينكش باش تكمل صفحه اللي بعدها خاطر تفهم كل شخص هذايا فهذيك هي الحاجه اللي كيفو ايفيتي تفهم روحك شكون الشخصيه الرئيسيه مهدي الشخصيه الرئيسيه الوغ مهدي كاهو اللي قاعدين 5 فام 5 روم دو كيلا دو تيلا باش اللي باش يجيك الفيجور
سيون يجي عايز يخرج ولا يجي يكتب السيناريست يقول له طب ربي اللي قاعدين كيفاش اسكو نساء ولا رجال ونساء قداش عمرهم قول له انت راه 5 فام اونتر تيليت اي 5 اون اون تيليت كاين انت تحب اون فام دو كولور ولا كلكان بلاك ولا فهمت افريكان وعندك هكا في السيناريو تحب حتى الجلسة هذيك يحكيو على الراسيزم ولا لا تشوف سبيسيفي صح تقول مراه ولا ما تكتب ما تكتب سبيسيفي بالبيبش اللي يقرا من بعد يفهمك من بعد نجيو لل معناتها هذه تكتب تقول مهدي قاعد مهدي 30 سنه قاعد يحكي في الصاله فيها 10 عباد 5 نساء و5 رجال ما بين 20 و 40 يحكي لهم فوالا مهدي قاعد يحكي بوا تمشي كي انت تكتب على لوجيسيال تاع السيناريو تمشي تكليكي تعطيك هو بيرسوناج تكتب اسم البيرسوناج مهدي او ماجيسكيل بيان سور في الوسط هو تو يعمل ميزون بيرسون تاعو كي تكتب على وورد ياسي يجبك تجي في وسط بالضبط وتكتب البرسوناج مهدي هو يحكي متغش لازمك تمشي تعمل entre parenthèses